قبر الحسين عليه السلام ملائكة شعث غبر يسجلون أسماء زوار الحسين. أنا أسألك يا شيعي، هذا المقام الذي أعطاه الله عز وجل للحسين، أعطى الحسين كل شيء، الله جل وعلا أعطى الحسين عليه السلام كل شيء، أتدرون لماذا؟ لأن الحسين أعطى الله كل شيء. الحسين بالله توجه، نريد نعطي الحسين حقه، نريد نكون مع الملايين اللي يأذين يزورون الحسين، نريد نسلم على الحسين، نريد الله عز وجل يسجل أسماءنا في زوار الحسين، ولذلك نصرخ على الحسين وحسينا. أتدرون ما بذل الحسين؟ يقول إمامنا الباقر: الطعنة على الطعنة، الضربة على الضربة وحسينا. الحسين بذل أعضاءه لله، بذل خنصره لله، بذل أضلاع صدره لله، بذل عظام ظهره لله، حتى طحنت خيول الأعوجية صدره وظهره. وحسينا كل شيء بذل الحسين. الحسين بذل نساءه لله. تدرون ما هو خدر زينب؟ تدرون ما هو خدر بنات الرسالة؟ تقدر تسمع يا ابن رسول الله يا ابن الزهراء عن أحوال عماتك، عماتك بنات الرسالة، ما الذي جرى عليهن؟ خولي شبيث الشمير يأخذ الرمح ويضرب العلوية بكعب الرمح في ظهرها، ساقوهم كما تساق العبيد حتى جعلوهم في خربة. حبيبي تقشرت خدودهم من شدة حرارة الشمس في تلك الخربة. أنا أريد أبدأ المصيبة بطفلة صغيرة للحسين. أنت يا شيعي مشتاق لزيارتها وعندك حوائج، اتقرب إلى الله بهذه الطفلة، عمرها 4 سنوات، انفجعت على أبيها الحسين، صارت تسأل عمتها زينب: عم زينب أين أبي الحسين؟ بنية أبوك في سفر طويل. نامت الطفلة الصغيرة، رأت أباها في عالم الرؤيا، عاد صارت تشكو إلى أبيها: ما الذي جرى عليها؟ أبا حسين لقد ضربوني، أبا حسين ضربوا عمتي زينب، أبا حسين شتموا جدي أمير المؤمنين، أبا حسين شتموا جدتي فاطمة. مكسرت الأضلاع يا شيعة في هالمأتم، في هالمأتم أمثلها يد على أضلاعها المكسورة، يد أخرى على عينها الملطومة، تقف بين يدي الشيعي: أين صرختك على ولدي الحسين؟ أين دموعك على حبيبي الحسين؟ تقول الرواية أفاقت الطفلة، قالت: عم زينب أريد أبي الساعة. تحيرت الحوراء زينب: ما الذي تعمل مع هذه الطفلة؟ حائر الحوراء زينب على الصياح على البكاء، سمع يزيد بن معاوية
قال ما الأمر عندهم؟ قالوا طفلة بنية من بنيات الحسين تبكي على أبيها تطلب والدها. الله يخلي إليكم بنياتكم الصغيرات بحق بنية الحسين المظلومة السيدة رقية. قال خذوا لها رأس أبيها الحسين. شيعي موالي تتحمل هالموقف، طفلة صغيرة أقبلوا لها بطشت من ذهب مغطى بمنديل، هالطشت هذا فيه رأس أبي عبد الله الحسين. وضعوه بين يدي الطفلة الصغيرة، قالت لا أريد طعاما أريد أبي الحسين. قالوا يا بنية ارفعي ارفعي هذا الغطاء عن هذا الطشت. رفعت يا شيع المنديل وإذا بها تنظر إلى رأس الحسين. وحسينا أبا أيتمتني على صغر سني، صرت يتيمة يا والدي. تقول الرواية امتدت لجانب رأس أبيها الحسين. الله يساعد الحوراء زينب، هذه كعبة الرزايا والمصائب. حركت رقية، بني رقية حبيبتي رقية كلميني. ما تتكلم رقية، مولانا زين العابدين التفت لعمته زينب. عم زينب عظم الله لك الأجر، فلقد ماتت أختي رقية. وحسينا هذه المصائب التي جرت على بنات الرسالة على مولانا زين العابدين قلبت الرأي على يزيد بن معاوية، فاستدعى إمامنا السجاد. قال يا ابن الحسين لك ثلاث طلبات اذكرها لي أحققها لك. التفت إليه مولانا السجاد عليه السلام، قال إذا عزمت على قتلي فابعث مع عماتي وأخواتي من يردهن إلى وطن جدهن. هذا طلب. الطلب الآخر أن ترجعوا إلينا ما سلبتموه منا. الطلب الثالث أن تريني رأس أبي الحسين. وحسينا قال يا ابن الحسين أما قتلك فقد عفونا عنك، وأما ما سلب منكم نعوضكم عنه أموالا كثيرة. قال مالك موفور عليك، نطلب ما سلبتموه منا لأن فيه ما يتعلق بجدتنا الزهراء وهذا لا نتخلى عنه. قال يا ابن الحسين أما وجه أبيك فلن تراه ولن يراك. التفت إمامنا السجاد قال أتحسب أنه باستطاعتك ألا تريني رأس أبي الحسين؟ خلنا نعيش عاد هذه المصيبة. تقول الرواية توجه مولانا السجاد عندك استعداد تزور إمامك المذبوح؟ إمامك الحسين عندك استعداد تزوره؟ التفت إلى ناحية الرأس الشريف، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. تقول الرواية وإذا برأس الحسين عليه السلام يرد السلام، وعليك السلام ولدي علي، وعليك السلام حبيبي علي. ما حال البنيات؟ ما حال النساء يا ولدي؟ اسمع هذا يأثر عليك. يقول السيد هاشم التوبلاني وإذا برأس الحسين يتدحرج على الأرض، إلى ناحية مولانا السجاد، إلى أن وصل إلى عنده. بالله ما الذي ينظر إليه الإمام؟ ينظر إلى رأس أبيه الحسين مكسر الأضراس يا شيعة، ضربات على جبهته، صرخ وأبتاه. وحسينا قال أبا حسين
أنا حائر في أمرك، ما الذي أعمل مع رأسك؟ عادي خاطبة بلسان الحال، يلا ون على الحسين، خاطبة بلسان الحال، أبا حسين يا سرور طه المصطفى يا نور عينه، راسك دفنا لو أوديه المدينة، قال لي من هو عقب عيني مرجع الناس، راسي على جسم اطرحه يا وافي الباس، يا علي يا علي علا اجي يوم الحشر جثة، نزل بقبره وروح عنا للمدينة. اسمع اسمع يا شيعي، تتأثر بحق الزهراء، صرخ وحسين ولدي علي، خذ هالوصية مني، روح لقبر أمي الزهراء مخفية القاب وأبلغها السلام عن ولدها الحسين، عرج على الزهراء وخبرها بمصابي، قلها الأمة ما رعت فيكم جنابي، أقول يا شيعي ضام ذبحوني ودا الصدر ابن الضبابي، في كربلا حتى رضيعي ذابحين، وحسين عرج على اللي من الأعادي الضيم قاسى، قاسل حتى من المصايب شاب راسه، قل لعضيدك علق وبالرماح داره وبراسه وبالحجر صكه وجبينه، واحسن وسيدا عاد اللي فاقد شباب يتحمل، ولدي علي عن عرس جاسم يا علي خبر المسموم، قل الجاسم عرس عمه المظلوم، عرس ولكن حنته من فيض الدموم، زفه في ساعه ساعة ذابحين، وحسينا راح إمامنا السجاد لعمة زينب، عمة زينب ما الذي تريد يا ابن أخي؟ عود أبو محمد أضلاع التحنى، نادى على زينب وهو يجذب الونة، بشارة يا عمة هالسجن بالروح عنا، رخصة عطانا يزيد نرجع للمدينة. اسمع يا شيعي، قالت يا من عاين أبو وهل مطاعين، ودي أنا من الشام لو نطلع من الحين، ونروح أنا وليتام ونعرج على حسين، ليش يا زينب حتى يعاين حالتي حام الضعينة، عندي عتاب ويا كاف للعباس، بقل لنسيتون الوديعة يا قوي الباس، رحتوا وتركتوني بلا حاجب وحراس، قالها يا عم بهالعتب وش بيد عباس، يا ريت عن سيفة فلن قطعت يمينه، وحسينا تقول الرواية أمر يزيد بن معاوية أن يسيروا بنات الرسالة، سيرت بنات الرسالة، وعاد كان في المناسبة جابر بن عبد الله الأنصاري وصر عند قبر الحسين في مثل يوم 20 من صفار، يقول عطية العوفي اغتسل في الفرات، وعاد تصور يشوف الماء يجري ويتذكر العطشان المظلوم الغريب ينادي وحسينا، ائتزر بإزار ارتدى بآخر بعد أن اغتسل، يقول وأخرج صرة فيها سعد ونثرها على بدنه، وصار لا يخطو خطوة إلا ويذكر الله عز وجل، إلى أن وصل إلى القبر الشريف، إلى قبر المولى الحسين، لمس القاب
نادى ثلاثا: حسين حسين حسين، حتى أغمي على جابر رشوا عليه الماء أفاق، وإذا بضعينة الحسين قد أقبلت. جابر في هالأثناء يشوف غبرة من ناحية الشام، قال لغلامه: يا غلام قم واكشف لي أمر هذا الراك، إذا كان لعبيد الله بن زياد أخبرنا حتى نختبئ في ملجأ، لكن إذا كان هذا الرك لسيدي ومولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله تعالى. قام يعدو الغلام وشاف ضعينة، لكن هالضعينة كلها نسوان كلها أطفال، وحدة تنادي وأخا، أخرى تنادي وعليا، أخرى تنادي وعباسا. تدرون الحوراء زينب يوم شافت بعض الزوار عاد حانت منها نظرة والتفاتة، قالت: حسين أبو علي قبر الشهيد ابن أمي بانت لنا أنوارا، قبر عسايا الوالي ما تنقطع زوارة. تأمل تأمل: برض المدينة روضة وبغداد فيها روضة، وما في بلد نزلوا بها إلا وفيها راضة، وأحسن وانتي عليهم فزتي بالجثة. وحسينا ذاك الغلام راح يعدو لجابر، قال: قم يا جابر واستقبل حرم الله ورسوله، هذا سيدي ومولاي معه عماته وأخواته. قام جابر لاستقبال مولانا زين العابدين، تقول الرواية: ألقى إمامنا السجاد بنفسه من على ظهر الناقة. وحسينا فاقد عشيرة يا شيعة، فاقد أب، فاقد أخوة، فاقد أعمام، فاقد شباب، فاقد رضعان. وحسينا وصل إليه قال: عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله. قال: أنت جابر؟ قال: نعم سيدي ومولاي. قال: عام ها هنا ذبحت رجالنا. مصايب مصايب يعدد يعدد أبو الأئمة المصايب: ها هنا ذبحت رجالنا، ها هنا سبيت نساؤنا، ها هنا حرقت خيامنا، ها هنا قطعت يمين عم العباس، ها هنا قطعت شماله، ها هنا قطع جسد أخي علي الأكبر بالسيوف، ها هنا نحروا، ها هنا ذبح أخي الرضيع على صدر أبي الحسين. اسمع شيعي. قال عم جابر: ها هنا وطأ الشمر الضبابي على صدر أبي الحسين. وحسينا متصور الحسين وانت قبال منحر الحسين تسلم عليه، تصور الحسين وسامحني اعطيك هالتصوير، تصور الحسين جثة بلا راس، جسد بلا راس، يناديك يناديك يريد يسمع تلبياتك وحسينا، يريد يسمع صرخاتك عليه وحسينا،
شيعتك تحبك يا أبا عبد الله. ها هم في المآتم، ها هم في الشوارع، في بيوتهم يصرخون وحسينا. قال جابر الزفر ابو محمد وقلب دمع همال. اسكت يا جابر لا تسايل عن هالاحوال، كم شاب ظل مغسل بدمه ولا انشال، مثل البدر جسمه على التربان معفور. والله يا جابر لو شفت صاحب الصولات مفضوخ راسه طايح بجانب المسنات، جوده على كتافه وهو ضام الحشامات، والطفل يا جابر نظرته بسهم منحور. وأحسن لو شفت شبه المصطفى اللي مدللينا، جاب أبويا حسين جسمه مقطعينا، وجاسم يا جابر ذوب أحشان بونينا، وغابت بطف الغاضرية ذيك البدور. أنا أطلب الرخصة منكم يا سادة، أدري هالبيت يوجع قلوبكم، لكن حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. عم جابر ومصيبة حسين التي هدت أركاني، بس وقع عن مهر الهضم والطيم جاني. بعيني بعيني نظرت يحز نحرف للزواني. وحسينا هذا بيت الدعاء يا شيعي، عندك مريض، عندك أسير، عندك حاجة، اتوجه بالمذبوح العطشان الغريب. الحوراء زينب قبل ما تنزل من على الناقة يقول لها الإمام السجاد عم زينب ما بتروحين لقبر الحسين، لقبر أخيك الحسين؟ قالت أنا متعودة يا ولدي أن الذي يتكفل بي أخي أبو الفضل العباس، خل أنادي أبو فاضل هو اللي يستقبلني العباس، هو اللي ينزلني من على ظهر الناقة. وحسينا شو تقول له؟ انت حافظ هالأبيات شيعي، ما الذي تقول للعباس؟ قول وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا، وهاي النوح وهاي الروس جبناها، هاي الروس جبناها، ومنكم نطلب العونة. وحسين وراس حسين سمحولي تراه مكس. كل المصائب لو فكرت هينة إلا مصيبتنا في سيد الشهداء.